زي ما تعودنا في بداية كل حلقة بنشوف العالم وصل لإيه في التعامل مع فيروس كورونا. في أخبار كتير عمالة بتقولنا عن عودة الحياة رغم ارتفاع الأرقام، وده في حد ذاته قد يكون خبر كويس. لو العالم عرف يتعامل مع فيروس كورونا، عرفنا نتأقلم، عرفنا نعيش في انتظار اللقاح أو المصل، أيا كان العنوان الكبير، لكن متابعتنا للأرقام مهمة. الأرقام وصلت النهاردة ل 7,148,000 حالة إصابة بفيروس كورونا، 408 حالة وفاة بالفيروس، و 3,974,000 حالة شفاء. والأرقام بتاعة حالات الشفاء طبعا أكتر، وده اللي بنفكر نفسنا بيه. إذا جالي كورونا فأنا الاحتمال الأكبر أن الأشخاص بيشفوا منه، مش أنهم لا قدر الله بيحصل لهم أي مضاعفات. الدول الأكثر في الأعداد بتتغير بقى ترتيب الدول، واضح أن في دول بتنضم إلى السباق الصعب ده وبتنضم إلى الأعداد العالية بسبب من الأسباب، إما بسبب التهاون أو بسبب أنه أصلاً أعداد السكان فيها زي ما حصل في البرازيل والهند، نقدر نقول أنهم المثالين دول. أمريكا لسه هي الدولة الأولى في أعداد الإصابات، تيجي بعدها البرازيل اللي كانت نموذج لفكرة إن الاستهانة بكل الإجراءات الاحترازية، فارتفعت الأعداد بشكل كبير، ولسه البرازيل تاني دولة في أعداد المصابين. انضمت بقى بعد روسيا الهند. الهند كانت من البلاد اللي أعداد الإصابات فيها قليلة جدا لحد أسابيع قليلة فاتت، لكن النهاردة الترتيب الرابع، يمكن زي ما بقول لحضراتكم بسبب ارتفاع الكثافة السكانية وعدد السكان فبيخلي العدوى شديدة وسهلة، أو بسبب أنه برضو ما كانش في إجراءات احترازية. أيًا كان الأسباب والمسميات، بنتمنى كل الشفاء لكل بلاد العالم، وأنه العالم مش بس يشفى من الفيروس ده، لكن يشفى بحاجات كتير كان العالم بيصنف بيها الناس وبيصنف بيها البلاد على حسب مقاييس القوة والغنى، وحاجات كتير أعتقد أنه كلها هتتغير بعد فيروس كورونا. نبدأ معاكم.